أبدى منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إشارات متفائلة وأن بحذر، فقد أشار كيربي في حديث للصحفيين أن المتفاوضين باتوا أقرب الآن مما كانوا عليه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، مضيفاً أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى استعداد إيران للتخلي عن بعض مطالبها التي لم تكن مرتبطة بالاتفاق على الإطلاق. إلى ذلك قال تعليقاً على إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من موسكو بأن بلاده تطلب ضمانات أقوى إنه لم يسمع تلك التصريحات.